يا سيدي، محلاني يفرحوا بالعوادة. مرحبا شباب، ومرحبا بالناس الكل. هذا أول فيديو تقريبا في سلسلة البواس. نحب نحكي لكم اليوم على شوية جوارات انتم ظالمينهم وما تلعبهمش وماشي في بالكم اللي الايبيك هو الكل. هو سي با فري، برشا ايبيك معناها برشا سكريبت، برشا سكريبت. باغ اكزومبل تشيفجينكو هذا يولي موالو والو فاست الماتش. هذاك علاش ديما نقول نوع في التشكيله، نوع في التشكيله. راه وريتها مثلا لو بويسونس دي ايكيب 3111 اكزومبل، نجم وصلها حتى 3120 معنا عادي. تبقاش تنقصها كعبه، نقصها كعبه ولذلك 3110 سكريبت سرا اكتيفي في الماتش مع هو باش تعمل توازن. هاك يصح لها اللعبه. برشا حاجات تعمل سكريبت في اللعبه. تحبوا تعرفوا حاجات مسكيب تعمل سكريبت في اللعبه؟ اكزومبل باش تحسسك لي ديما تشكيلتك ضعيفه باش ترجع اكثر باش تدخل الفلوس الكونامي. لاندي اوتر شوز اللي باش تنقص الضغط على سيرفرات اللعبه. كنت تفكروا قبل في 2017 2018 2019 اللعبه كيفاش كانت؟ اللعبه كانت معناها تلعب 5 ماتش وبعد سنه تشارجي 2 ساعة و30 لي ساعتين ونصف ترجع تمشي من رجل اللعبة. بو سكريبت عموما هو ماهوش ضدك كيفاش، اما اللعبة عملته باش تعطلك الاكثر الاقل، باش تعطلك وتحسك اللي ديما تشكيلتك ضعيفة. به من الحاجات اللي بنحكي عليها اللي اوين برشا ناس تشكى منه وتكلم فيه وتعملش بيه. وشنية تطوير اوين؟ اوين سولو انت ولعبك. بالنسبة لي نلعب افونسي ما عنديش قراص في الاكرون. اوين بالنسبة لي الأرقام اللي عاملها له ما يسحقش وعي هجومي قوي برشا على خاطر يولي يزلط في الماتش. مش عارف علاش خاطر كونامي عنده ذاك اللوجيكا، معناها ذاك اللوجيكا. السر الكل في الفيتيس، السر الكل في الفيتيس. طلع له في الفيتيس وطيح له في الاكسلراسيون، يولي يطلع بالكرة خير ويطلع مع يولي يكترمي له مثلث ولا يخطف الكرة قبل. لوجيك كونامي عليه خاطر فينيسيون قوية ديما راهو لاتاكون، وعي هجومي، فينيسيون وسرعه. بالنسبه ليا لاندي شوز اللي الناس كل ظلمته وكافور هذا اللي هبط في الباك نتاع جيفشيكو من احسن الجوارات، ما يمليش في وعي هجومي 89 سبب. يا السر كل في الفيتيس. تو فو اني كانت 99 اكسلراسيون 96 فيتيس اللي ديجا معناها هكا حاجه خارقه للعاده. وبالونس 93 راه البالونس مهم على الاخر في الاتاكون، كيدز بكتف الاتاكون ولا يبدا يجري بالكره ما يديالوش الكره من رجليه. استمينا كل طلع جوارات من كامل مات بارتي كاملة. بالنسبة لي باش نعطيكم تقييم الجوارات حسب خبرتي حاليا، نقول في اركان برشا تطويرات فيه. هذه التطوير المتوازنة عملت له 100 ريفلكس خارق للعادة، ما ساعتها ما كور في الكورنير بلحم ام بيزار. هذه احسن تطويرة ما يسحقش وعي. نفسركم حاجة في تطوير الجارديان. الجارديان تطويرته سبيسيال شوية. كيبدا جارديان كسير لازم عندك وعي هجومي قوي، مع وعي حارس قوي. باردون، اش معناها وعي حارس قوي؟ معناها لاتاكون، معناها لاتاكون كي يشوت الكره الحارس تلقاه واقف في البلاصه صحيحه باش يعمل البارد. البارد شنو هو؟ هو قطع الحارس بالريفلكس، بعد الريفلكس ينحي الكره بطريقه صحيحه. نحان الكره بطريقه صحيحه اسمها بارينج. اش معناها بارينج؟ هي صد الكره، كي يشد الكره يبعدها مش يحطها قدام لاتاكون دوزيام بالي ماركاها روتري. الكاتشينج، الكاتشينج هو الحارس كي تجيه الكره يكيب الكره في يديه تو سامبلومون. الريفلكس اهم حاجه في الحارس. بالنسبه لي اقوى حاجه في الحارس عملها الريفلكس، بعدها الريتش. الريتش معناها قداش هو يمد يديه للكره. كل ما يكون الحارس اطول وعنده ريتش اقوى وريفلكس قويه يكون من اقوى الحراس. اكزامبل من الحراس هضم بيتر تشيك وكذلك بيتر شمايكل. كان النسخه هذه كتطورها بطريقه هذه واشترى حارس غول في ماتش شد كره مستحيله، لكن هذا لا يعني انه ما يبيعش كره قريبه برشا مع تكون فينيسور مع ملاعب يكون عندك صوابعك في عندك صوابعك تحط الكره في الشبكه. ما سحقش جنب برشا كده عندك ريتش قوي. روبرتو كارلوس برجوليا حق ربي النسخه هذه لا تجد عبارات تعبر عن قوه هذا اللاعب داخل الماتش. خرق، لاعب خرق، يعمل كل شيء تجري بيه من الجول للجول بعد شوت مركي. والسر كل فاش في 101 فيتيس. اي فلتة من الفلتات
تلقاه عنده سرعه وتسارع كيما هكا راهو ما يتشدش. هذاك علاش اللي عنده شيفشينكو يحسوا رزين فاست الماتش عمل له فيتيس وعمل له اكسلراسيون 100 100 الزوز وخذ له فينيسيون 83 يولي صاروخه ما قدم الجول لازمك تحبس وبعد كدري ولا تشوت. كارلوس هكا خارق العاده. باهي بالنسبه لبيكام الناس كنت تسال بيكام، بيكام من النسخه هذه ما تلعب كان الوياف البلاصه هذه والبلاصه هذه. علاش؟ لانه ما يجيش يلعب، لانه ما يجيش يلعب صراحه. ستيل دو جو نتاعو كروس سبيشاليست معناها راهو ديما كتحطه في الوسط يضيع يضيع. شابقى ملتزم من يلعب في النص اللي هو في حد ذاته يلعب كان على الجنبات اللي هو جوير يقرب لجنب باش يدبرش توزيعه ولا كدراج قريب برشا. بوريفك وينجر ام بوف كينجر يلعب راس حربه، اللي هذا مش يلعب راس حربه مش يلعب اي ام اف. رئيس اي ام اف محطوط لنا شمتا كونامي كان حطته بوكس تو بوكس كان باش يكون خارق العاده ويفكرنا في بيكام تاع النور تاع تاع شطبطق من السنتر تدخل الكدراج. النسخه هذه ترى انت كي تشوف الارقام تقول شو باسات روعة كل شيء، لكن حسيت انه نسخ اخرى اقوى وجبو ما عادش عندي الايكونيك بتاع من اول ولعت برشا بكام. النسخة هذه الكيرو المية ما حسيتش الكيرو في الماتش جامي ريتو الكيرو العادي حتى كان مية كيرو له ويدخل في الماتش ويكون شرطة يولي مية واحد جامي تراها التراجيكتور قوية ما حسيتش حاجة واو. لكنه النسخة هذه مش عارف كيف عملتها كونامي، لكن كتاف صحيح كتاف ويا في دريبلي اكد دو سكوند ولا اون سكوند ودمي يجري بالكرة ما يفكهاش اتاكون ولا ديفونسور. صحيح عنده كتر. شوف من احسن ما شفت في اللعبة تقريبا النسخة هذه. السر الكل فك المية واحد توت بوزيشن، ريت عليها اي جوار عنده كلمية واحد في حكاية راهو باش يكون خارق في الحاجة ذيك. الجوار هذا يزيدوا انترسبسيون، لازمك يزيدوا سكيل انترسبسيون اكزومبل لو ما زدتوا شيء خاطر فرطت على الناس الكل تزيدوا الانترسبسيون يولي في الماتش جوار خارق، لانه يمركي بالراس ويعرف يوزع ويعرف يعرف يشوت ويعرف يكدري ويعرف يتيري يعرف كل شيء يدخل ويدخل يعاون في الاتاك. اي ام اف مش عادي سي ام اف مش عادي. جوار ممتاز. غوارديولا ذا النسخه هذه برجوليه فاجئتني تلعب خيم لي بيك تلعب خيم لي بيك بيك تايم الهبط الاخرانيه علاش مش سي با مي مشكلته الحالات ما كدام الحال نتاعو دوك علاش ديما خلي بيلداب معاك على جنب على ميتي. رودري النسخه اللي راهي هبطت نجربها ونقول لكم. روزوسكي جربته ماتش بركة علاش جربته ماتش بركة ما عمل شيء تقريبا زوما شويت ريان ضايع في الطرح. نيستا النسخه هذه خارقه للعاده ممكن انتم تعرفوا علاش لانه كل 101 راه اي جوار تهبط عنده حاجه 101 راهو قليش تلقى جوار عنده 101 في زوج حاجات راهو هذه عملوها في نيستا ومش تعاود لانه الباك تجريبيه وعرفوا الناس الكل زابت مطوش بوك واحد ديما كما قوي وجماعه ضعاف راه ما كاين لي نسخه هذه حق ربي فازدوها كان بسكيل ديستروير ستيل دو جو نتاع ديستروير ما يجيش كاسح في الماتش فكاك بالبريمه سريع السرعه عامله معاه فرق كبير ياسر في فاست الماتش تمركز الفيزيك بتاع 83 خير من النسخه الاخرى خير حتى بال البروبليم اللي قصير حتى كان طلعوا له شويه في الجامب ظهر طلعوا له شويه في الجامب في بالي لا ما طلعوش مشكلته الدستروير كي تلعب يمشي ديريكت حتى انت ما تفكش تلقاه جاي باش يفك يحل الثغرات يزمك واحد يغلف وراه هذاك علاش كي تلعب هو يزمك معاه زوز بوكس تو بوكس ولا واحد انكورمان ولا واحد اوركستر حتى اوركستر يزمك عنده انجاجمون ديفونسيف قوي معنا انجاجمون ديفونسيف معناها يزمو يوقف صحيح راهو دستروير مهما تكون عنده ارقام خياليه في الدفاع راهو تلقاه ديما راس حرب القدام هذيك من المساوئ بتاع دستروير في الوسط هو نفسها المساوئ ما تظهرش مع الديفونسير كيبدا كاسح حاليا هذا احسن مهاجم جربته باش يبقى احسن مهاجم جربته النسخه هذه لانه فعليا ال 99 دريبل مع الخفوفيه والخفوفيه نتاعو خلاته يعمل المستحيلات عندي شتو مونتر تنعملوا استعراض للكونت ان شاء الله على قريب راهو ليكم مش ليا ديما نقولها اللي وصل الدقيقه هذه بعد 10 دقائق تفرج فيا نحب نقول لك اللي مرابيح اليوتيوب كل ليكم مش ليا تفرق الكل كوينز نوريكم قداش دخل يتفرق الكل كوينز
على اكثر الناس تتبع واكثر ناس تتبع في الجروب على الفيسبوك نتاع الاي ام تي وبيان كو سور فيسبوك تعمل لي كومونتير ونعمل قرعه ولجي عليه صح عليه باش ما نظلموش الناس يكونوا منفرقوا 100 100 ولا فرقوا 200 200 200. واش دي حكايه 224000 كوين اختاروا معناها تقريبا 240 ربح اللي امبوسيبل اللي عملها يوتيوبر. معاش حق فلوس يوتيوب لك انتم. اكتبوا لي في الكومنتات شنو شعار اليوم واللي هو شعار كل نهار اللي هو ليكم مش ليا به مارادونا كان جي يقول بوش يخلي البر كل ما تعرفش تعمل. مش بطولش الفيديو عليكم برشا. ميرسي بوكو على تقريبا 100 سبسكرايب في نهار واحد اللي هي حاجه ماجيكه من جماعتنا جماعه التوانسه سورتو جماعه الام تي جروبنا وجماعه مدني بي اس. ان شاء الله بروشامون نعطيكم ديزاستيس اكثر على ملعبيه وعلى جيم بلايز. فقط حبيت نحكي لكم على شويه جوارات اليوم وفكره نظره عامه وصافي بوكو بوتيزير. وان شاء الله اون ان شاء الله في الفيديو القادمة. اغفوار عاونوا باللايك وعاونوا بالسبسكرايب وروا اصحابكم بكل الفيديو. خلينا نتيروا وخلينا نفرقوا شوية كوينز للجميع بوبليش.